تواصل القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بأسوان أعمالها لليوم الثاني على توالي بقرية أدندان بمحافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ويتم خلال القافلة توقيع الكشف على المترددين وصرف العلاج الذي يتوافر منه حوالي 130 نوعا بالمجان، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء عمليات جراحية وعمل أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي بالمجان. بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الجميلة اللي عملها في البلد، وبارك الله فيه وربنا يديله الصحة وطولة العمر. والقافلة مجانا بدون أي مقابل، والعلاج مجاني والكشف مجاني، ويا ريت يتكرر الموضوع ده كل كام شهر، لأن احنا الوحدة الصحية بتاعتنا داخلة تبع الحياة الكريمة ولسه ما استلمناهاش، فيا ريت الموضوع ده تتكرر كل شهرين ثلاثة. السلام عليكم، أنا اسمي صفاء محمد من قرية أدندان. بشكر الرئيس سيسي عشان هو وفر لنا القافلة الطبية وفيها جميع التخصصات وبالمجان والعلاج برضو بالمجان.